كنشكر بعدا الناس اللي سهروا على هاد التظاهره. وبالنسبه للترشح ديالي كنتمنى ان شاء الله ناخذ هاد الجائزه اللي غادي تفيدني من هنا قدام ان شاء الله. هما في الحقيقه كاينين عروض، ولكن هاد الساعه انا كنفكر غير الفريق الوداد الرياضي. ان شاء الله عندنا مباراه في كاس العرش وعندنا العصبه، ان شاء الله كنفكروا فيهم ان شاء الله باش نحققوا نتائج ايجابيه باش نرضي الجماهير الوداديه ان شاء الله. حاجه باينه، هما راه وقت رمضان كيكونوا لي زونطريمون خفاف، والمدرب كيعرف كيفاش يجري الامور، هو والمعد البدني. وان شاء الله راه فريق الوداد الرياضي غادي يقول كلمة ديالو السنه المقبله ان شاء الله. واللي غنقول الجمهور هو فريق الوداد، كنقول لهم حنا كنتاسفوا لكم هذا العام اللي ما ديناش اللقب، وان شاء الله راه غنحققوا لكم اللقب العام الجاي ان شاء الله. الله.